السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل حل ملحق المعاصر A Week is Enough للصف الثاني الإعدادي صفحة 34. السؤال الأول: نقاط means websites and apps هي عبارة عن مواقع وتطبيقات that allow people to talk to each other اللي بتساعد الناس إن هم يتكلموا أو بتسمح للناس إن هم يتكلموا مع بعضهم البعض، يبقى social media التواصل الاجتماعي. الإجابة رقم إيه؟ السؤال الثاني: if you got enough money you should buy this mobile it is very cheap. لو انت معاك مال كافي انت ينبغي عليك ان تشتري هذا الموبايل انه رخيص، يبقى هاف الاجابه رقم بي. بعد كده السؤال الثالث: she handed me one card so I could listen to. هي سلمتني واحده من او جزء من، لذلك انا استطيع ان اسمع ايضا، يبقى كده هيدفون اللي هي سماعه الراس او سماعه الاذن، يعني ادتني طرف منها وانا سمعنا الاثنين مع بعض في نفس الوقت. السؤال الرابع: staying in the sun for half an hour نقاط me warmer يبقى جعلني ان انا اكون حران، الجلوس في الشمس لمدة ساعة. الاجابة رقم دي. بعد كده السؤال الخامس: in your opinion في رأيك what is the most important نقاط the mobile phone or the plane يبقى كده invention، ما هو في رأيك اهم اختراع، هل هو الموبايل ام الطائرة؟ السؤال السادس: do you think it's easy to نقاط from Arabic into English يبقى translate، هل تعتقد انه من السهل الترجمة من اللغة العربية الانجليزية؟ من الاجابة رقم سي. السؤال السابع: eating many sweets is bad نقاط you يبقى for you، الاكل كثير من الحلوى ضار ليك. الاجابة رقم دي. بعد كده السؤال الثامن: the manager was angry when he found نقاط the truth يبقى هنا المدير كان غضبان لما اكتشف find out او المدير بتاعها found out، يبقى الاجابه رقم بي ذات روث الحقيقه. السؤال التاسع: زي نقاط loudly when their friend told them a joke نقاط يعني جوك يعني نكته، يبقى هم كده ضحكوا بصوت عالي، يبقى loved الاجابه رقم دي. السؤال العاشر: during COVID-19 people نقاط at home to protect themselves يبقى هنا خلال جائحة كورونا الناس هتبقى قعدت في البيت أو بقت في البيت اللي تحمي نفسها، يبقى stayed الإجابة رقم إيه. بعد كده أسئلة الاختيارات: if you feel tired لو أنت شاعر بالتعب you نقاط have a rest ينبغي عليك إن أنت تاخد راحة، يبقى you should الإجابة رقم سي. السؤال الثاني: نقاط you have a problem you should tell your parents يبقى لو انت عندك مشكلة المفروض ان انت تقول لولي امرك، الاثنين يبقى when بتساوي if. السؤال الثالث: when it is raining لما الدنيا بتمطر you should بيجي بعدها فعل في المصدر at home يبقى you should stay home الدنيا مطرت يبقى للبيت، الاجابة رقم ايه. بعد كده السؤال الرابع: when it is hot لما الدنيا تبقى حر you نقاط drink much water يبقى ينبغي عليك تشرب مياه كتير، يبقى شوت الإجابة رقم بي. السؤال الخامس: what نقاط if there is a new student at my class يبقى ماذا ينبغي علي أن أفعل لما يكون في طالب في الفصل، يبقى what should I do فين، يبقى الإجابة رقم سي. السؤال السادس: you should بيجي بعدها فعل في المصدر you should نقاط your hands with water and soap when you come يبقى هنا should بيجي بعدها فعل في المصدر، ادور عليها الاجابه رقم دي. السؤال السابع: people should wear heavy clothes if it نقاط cold لو الدنيا ممطره مطره بسيط، يبقى if it is cold لو الدنيا برد. السؤال التاسع: نقاط you have headache you should go to bed يبقى لو انت بتشعر ب عندك صداع المفروض تروح للسرير او تنام يعني، الاجابه رقم بي. السؤال التاسع: نقاط tell my teacher if I don't understand لو انا مش فاهم، يبقى ينبغي عليا ان انا افهم، لا في الاخر علامه استفهام، يبقى كده اقدم الشود على الفاعل، يبقى should I الاجابه رقم سي. يبقى should I tell my teacher هل ينبغي علي ان انا اقول للمعلم if I don't understand لو انا مش فاهم، ان هو يعيد الدرس يعني تاني. سؤال عاشر: you should help your mother with housework when she tired متعبة، يبقى is عشان ده مضارع بسيط verb is، يبقى انت ينبغي عليك ان انت تساعد مامتك لو في العمل المنزلي لو هي تعبانة. بعد كده نكمل الصفحة ديت. السؤال الأول في unit 8:
It was not easy for him to join the school نقاط تيم. ليس موضوع سهل عليه إن هو ينضم إلى نقاط تيم. تيم اللي هو فريق. And the athletics we allergic. وكلمة تكستس وأسيليتيك.